السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه تنسور دوت ارت. الموقع ده جميل جدا، عملت منه صور كتيرة. الميزة ان هو يعتبر مجاني، بيدي كل يوم 100 نقطة، يعني 100 نقطة يعني 100 صورة، فاعتقد ان هم كافيين. طيب خلينا نبدأ مع بعض. انا هقول له هنا مثلا واحدة، احنا نشوف حاجات مع بعض. ده الكريدت تحتي، كل ما حد بيشترك بيديك نقط اهوت. تمام، خدت 200 نقطة عشان في ناس اشتركت. دي بوستد، البوست اللي هي الصور اللي انا عملتها، وتقدر انت تستخدمها يعني في اي لحظة، تقدر تختار صورة وتقول له ريميكس وتبدأ ان انت تطور فيها. وممكن تقول له ان انا عايز اضيف موديل. الموقع ده ميزته ان هو مش فيه موديل واحد، فيه مئات المودلز. تمام، بتقول له هوست ماي موديل، فبيقول لك ان انت ممكن تعمل بروجكت جديد وتعمل خلي الذكاء الصناعي يحول تكست لصوره، حاجه خاصه ومختلفه عن اللي موجود في الموقع، حاجه ليك انت باسمك، او تعمل لها امبورت من موقع اسمه سي في تي. تمام، زفت اي اي، بيقول لي اديني اللينك هنا ويبدا ان هو يعمل له امبورت. طيب تعالى نروح للموقع ده ونشوف ايه الفكره بتاعته اهوت. تقدر ان انت تعمل ساين ان وتعمل انت موديل بحيث ان هو لما ياخد التكست تحولها لصورة. طبعا الموضوع بقى سهل لان انت مش هتعمل حاجة من الصفر، ده في اوبن سورس كتير في الموضوع ده، فتقدر تختار اي موديل وتبدأ ان انت تعدل عليه، او تكون انت عندك موديل عمله انت بالذكاء الاصطناعي فتعمل له ابلود، او لو عايز تكتب مقالة مفيش مشكلة زي ما انت عايز، المهم ان انت تتعاون معاهم. يعني هتقول لك بقى اكتب اسم الموديل الموجود والتايب بتاعه والكاتيجوري بتاعه، وتبدا ان انت ترفع الموديل دوت. طيب ده لو انت عندك موديل وعايز ترفعه. طب لا انا عندي بس ايه، عايز اكون صوره، فابدا ان اكون. هوريك بعض الصور اللي انا عملتها. تمام، ده هنا صوره معز وبيطور فيها، بقول له مثلا طب حط لي فيها اسد، طب خليها فيلم كرتون وهكذا. دي مثلا كنا عايزين نعمل شخصيه كرتونيه بشكل معين، فادينا له بقى التكست وبدا ان هو يحول الصوره دي. واي لحظة ممكن تيجي هنا على الصورة دي تعمل لها بابلش، او تعمل لها داونلود، او تبدأ ان انت تحط عليها ديتيل، او تعمل لها تكبرها، او تقول له انا عايز الصورة دي اكون من خلال صورة تانية، فبيبدأ ياخد الصورة ديت وياخد كل الكلام اللي احنا كتبناه المرة اللي فاتت البرومت، ويبدأ يبني عليه بحيث ان انت تقدر تعدل تعديلة بسيطة فالصور كلها تختلف تماما، او تعمل ريميكس. طيب دي صور حاجات في العمارة اهيت بالشكل ده. دي بعض الشخصيات الكرتونية برضو كتبنا له تكست، فهو بدأ يعمل لنا الصور بالشكل ده. يبدأ ياخد الصورة اهو، ده التكست اللي احنا عايزين شخصية بيكسر اللي هي الشركة كرتون كاركتر في نوع باستا، وبيكون بيرتدي بدلة وهكذا. كل صورة من دول تقدر ان انت تقول له انا عايز اعمل ريميكس، فيبدأ يجيب لك التكست اللي استخدم في الصور ديت. طبعا من اول تجربة ما بتجيش معاك بالظبط، انت بتبدأ بقى تغير التكست اللي انت عايزها. يعني ده مثلا احنا جربنا ريميكس، جربنا محرك بحث، محرك موديل بيعمل الصور دي اسمه AMIXX ميجا بوشر. تقدر انت تستخدم نفس لو انت عايز الستايل كان في حد بيرسم بايديه. يعني عشان في ساعات بيطلع ايادي طايره مش طايره، ففي النيجاتيف بتقول لا انا ما بحبش الايادي اللي بتطير. تمام، دي صور هي مبنى اهوت مثلا اهو، اديت صورة هنا، انا اديت صورة يعني الصورة دي جت ان انا اديت صورة وقلت له بس حط لي عليها تلج. تمام، فعمل لنا الصورة ديت. دي اديت صورة وقلت له انا عايزها على شكل ليجو. تمام، سمول ليجو. هنا انا اديت صورتي بقى، وايه كل مرة اخليها ايه، طب اعمل لي تعديل معين، فبيبدأ يعمل لي الصور بالشكل ده. تمام، انت من هنا تقدر تقول له انا عايز اربع صور، فلما بيعمل الصورة يبدأ يغير فيها. هنا انا قلت له اعمل لي مبنى بالشكل العربي، فعمل ستايل دوت، فقلت له طب انا عايز لون اخضر، فبدا يضيف كده.
قلت له ضيف اوبا، طب اعمل لي شكل اخضر، طب حط لي شكل زرع بره، تمام اهو. Arabic building with a dome، حط لي تري فلاور. لما جربت اديله كلمه بالعربي ما ظبطتش، يعني هنا اديته تكست بالعربي ما فهموش، حصان عربي وعليه فارس عربي ما فهماش خالص، بيت عربي ما فهماش. فانت احسن حاجه ان انت ممكن لو انت مش قوي في الانجليزي تكتبها في جوجل ترانسليت نفس الكلام بالعربي، تاخد الكلام الانجليزي تحطه هنا وتشوف هيطلع لك ايه، تمام. العربي فيه بعافيه شويه، تمام. هنا انا قلت له مثلا عايز اكل، فعمل الاكل بالشكل دوت. طب انا عايز قطط في بيت عربي، وهكذا. طيب خلينا نجرب الموضوع ده عملي، اعمل ايه بقى عشان ابدا اعمل صوره؟ اول حاجه هتيجي هنا جنريت، وتقول له انا عايز الموديل معين، في حاجات خاصه بالمباني، في حاجات خاصه برياليستيك، في حاجات خاصه بالكرتون، مش واحده ولا اتنين، لا مئات مئات بلا مبالغه يعني، تمام اهو. تمام انت مثلا عاجبك الستايل دوت، يعني ممكن تديله صورة، تديله صورة هنا، ويبدأ إن هو يحط لك المؤثر دوت، أو يحط الصورة دي في المحرك دوت. طيب بعد ما حددنا المحرك، في حاجة اسمها لورا، ده بيديله قوة برضو. بمعنى إيه؟ أنت كل واحدة من دول في حاجة إضافية، يعني مثلا تعالى نختار مثلا المباني، لأن أنا ده جربت أكتر من مرة بيلدينج، تمام. هنا هو بيديني انت عايز حاجة منظر خارجي، عايز حاجة منظر داخلي، عايز حاجة ايزومتريك، فانت بتبدأ تختار. طيب بفرض مثلا انا اخترت اللي في النص، تمام، ودخلت على لور وقلت له بيلدينج، مش بلاقي التلاتة دول، لا بلاقي حاجات اضافية اكتر. يعني اقول له ايه؟ بس انا عايزها فيرشوال بيلدينج، لا ده انا عايزها ايزومتريك دريم، انا عايز دي حاجات اضافية زي فلاتر إضافية، بحيث إن هي بتدي قوة للمحرك نفسه. أنا عايزها تكون كأنه مثلا، يعني في الانتريور ممكن تختار واحدة من دول، واحدة يعني تبدأ تشوف أنهي واحدة فيهم الأنسب للي أنت عايزه. يعني أنا عايزها كأنها لعبة جيمز مثلا، فيبدأ يضيف تأثير الجيمز على اللي كده، وهكذا في الكارتون. فهنا مش هو بيتكلم عن المحرك اللي حاول تكست الصور، لا بيتكلم على فلاتر أو مؤثرات إضافية هتدي قوة للصورة، هتخصص الصورة اللي هتطلع، هتديك حاجة مثلا بالشكل ده أو حاجة بالشكل ده وهكذا، تمام. فأنت ممكن تيجي هنا تقول له في البيلدينج أنا عايز مثلا على هيئة جيمز، على هيئة ايزومتريك، على هيئة فيرتشوال بيلدينج مثلا، تمام. طيب ممكن تضيف كنترول نت بالشكل دوت، مثلا الكاميرا هتبقى عاملة ازاي، مثلا الكيو ار كود، البريتنس تبقى صورة مفتحة أو فاتحة، الدبس بتاع الصورة، دي بقى بعض الإضافات اللي هتديك برضو إيه تأثير حلو للصورة، تمام. ممكن تقول له أنا عايز الكالر بالشكل دوت، عايز السكرايب بالشكل دوت، تبدأ تختار، تمام. تبدأ تعمل تحط الصورة بحيث إن هو يبدأ إن هو ياخد المؤثر منه. طيب البرومت اهوت، النيجاتيف برومت، الصورة لو انت عندك صورة يبدأ ان هو ياخد منها. انت عايز بقى الحاجة دي تكون قريبة للواقع ولا لأ، ممكن تبدأ تدي رقم من هنا. الديتيلز عايز تحط الديتيلز اكتر، ممكن تحط. طيب خلينا نقول له جنريت ونبدأ نشوف الصورة هتطلع عاملة ازاي. هيبدأ يكون صورة واحدة، لا طب أنا عايز يكون لي أربع صور، خليه يعمل أربع صور. وهنا تبدأ تختار بقى اللي أنت عايز، الصورة بورتريه ولا لاندسكيب ولا سكوير، ولا تقدر تحدد العلاقة بالطول والعرض زي ما أنت عايز. عمل لنا صورة، طيب لا ده أنا عايزها أربع صور ونختار منهم. لما بتيجي تعمل صور كده بيديك كل الإمكانيات ما عدا بابلش، ليه؟ بيتم مراجعة الصور، بتأكد إن الصورة دي مفيهاش مشاكل، وبعد كده يسمح لك إن أنت تشيرها عادي، تمام. تبدأ بقى تشوف أي صورة من دول أنت حاسس إن الصورة دي عاجباك مثلا، ممكن بقى تقول له إيه طب أنا عايز أكبرها، يبدأ فعلا يكبرها لك، وتبدأ تحدد له عايزها تكبر بمقدار قد إيه.
يبدأ بقى تاخد الصورة دي ايمج تو ايمج، تبدأ تعمل من خلالها صورة جديدة تمام زي ما انت عايز بقى، ممكن تضيف اي مؤثرات عليها او تعمل لها ريميكس او تعمل لها داونلود. الداونلود ينفع عادي، الببلش هو اللي لازم تستنى شوية قبل ما تعملها ببلش تمام، ما دام لسه بتعملها ريفيوينج وتأكد ان مفيش حاجة غلط، انما كده تقدر تعملها ببلش. ببلش يعني ايه؟ يعني موجودة على الصفحة بتاعتك، تقدر تكتب اي تكست انت عايزه هنا، وده تاج عشان يحدد الصورة ديت، وتقدر ان انت تشيرها مع اصدقائك. بيقول لك شير تو اديشن كريديت عشان تاخد نقط اكتر، شيرها على فيسبوك، على لينكد ان، على كل المواقع التواصل الاجتماعي، ممكن تاخد كوبي لينك وتبدأ ان انت تشيرها، هتاخد 200 نقطة اضافية. انت كل يوم بينزلك 100 نقطة، 100 نقطة دول اظن كافيين جدا يعني، انما لو انت عايز اضافة ممكن من غير فلوس تاخد 200 نقطة كل ما حد يدوس على اللينك بتاعك.